الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. أهلا بكم. إحنا بنضر نفسنا بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالرقبة. في أعداء للرقبة كتير، أعداء. أولا النوم بطريقة غلط، إحنا أساتذة النوم بطريقة غلط، اللي بينام في العربية، واللي بينام وهو يعني بيذاكر، واللي بينام في محطة مترو، واللي بينام في السينما، يعني النوم بطريقة غلط. برضو وضع الكتاف، يعني الكتاف، بص لك واحد ماشي كتاف عامل كده، مش عارف إيه، ده بيضر الرقبة جدا. الضغوط والإجهاد، برضو التوتر لفترات طويلة، والحركات الغير طبيعية بقى، يعني مثلا إن واحد يروح مرة واحدة مطقطق رقبته، عامل رقبته مطقطقها أو تنيها مرة واحدة بشكل مفاجئ، ده خطر جدا جدا. برضو يعني في ناس تحط راسها في زاوية غريبة، يعني بص تلاقي مثلا إيه، يعني واحد بيشتغل تحت سقف واطي، بيشتغل في حتة في صندارة مثلا، طالع في صندارة وعمال يشتغل وبيحمل، فطول الوقت عامل كده، طويل هو وقاعد في عربية صغيرة وبتاع، فعامل كده مسافر من هنا مثلا لحتة بعيدة وطول التكة، هينزل رقبته فيها مشكلة كبيرة جدا. طبعا الإصابات والحوادث والوزن، كل ده بيلعب دور خطير جدا. الرقبة مهمة جدا يا جماعة، والغضروف العنقي ده هنتكلم عليه النهاردة بالتفصيل. والحقيقة العالم كله نحو ما يسمى بالمينيمال انفيسيف تكنيك في منطقة الغضروف العنقية. هنفهم ليه النهاردة مع ضيف الأستاذ الدكتور هشام العزازي. أهلا بيك يا دكتور هشام، بيه منور الناس الحلوة. أهلا بيك يا مرحبا. عايز أتكلم الأول عن آلام الرقبة. كل الناس رقبتها بتوجعها، أنا رقبتي ساعات. المقدمة اللي حضرتك قلتها مقدمة جيدة جدا، وأضيف عليها الموبايل واللعب على الكمبيوتر واللعب على الآيباد، تلاقيه موطي راسه فتره طويله مده نص ساعه ومش واخد باله، فعلى طول يجي له الام في رقبته. الرقبه فيها عمود فقري، فقرات فوق بعضها متصله بمفاصل، وجواها حبل شوكي، وفي بين الفقرات في الغضاريف، وعليهم من بره عضلات. فاي حاجه من اللي انا قلتها دي ممكن تكون سبب الوجع، ممكن تبقى هي اللي بتوجع العيان. وربنا خلق اي مفصل في جسمنا انه يعمل حركه متوسطه، يعني مثلا زي الصباع، لو انا عامل حركه زي كده مش هتوجع. تخيل بقى انت عامل الصباع كده لمده مثلا نص ساعه، تيجي تتنيه هيوجعك، او العكس اتنيه كده لمده نص ساعه، تيجي تفرده هيوجعك. نفس الكلام في الرقبه، واحد منزل رقبته بيلعب لعبه وحاطط وضعه غلط، او نايم بالليل وبيقرا كتاب فسند راسه على السرير. الاوضاع الغلط دي زي ما انت في المقدمه قلت، يعني وضع حاجه لا خطيره جدا، وبعدين هتعمل بقى الالم، ما انتش عارف الالم بيجي منين، ممكن يجي في العضلات، ممكن يجي في المفاصل، ممكن من الغضروف، زائد بقى السن والعجز والتاكل، الشيخوخه يعني برضو بتصيب الرقبه. واخيرا تمارين بتتعمل غلط في الجيم في الرقبه، تلاقي برضو بيشيل حاجه غلط، بيعمل تمرين ويكون فيها سترين على رقبته وشد على رقبته، يبقى فيها خطر. ايه هو الغضروف العنقي؟ له ليه خصوصيه مختلفه شويه؟ زي ما قلنا الفقرات بينها غضاريف. الغضاريف دي بيبقى اي غضروف ليه قلب من جوه وليه غطاء من بره. لما بينشف الغضروف، القلب ده حاجه جيلي طريه، لما بتنشف يبتدي المسافات ما بين الفقرات تختلف، والغضروف ده يبتدي يطلع ويضغط على الحبل الشوكي، يبتدي العيان يعاني من ألم في رقبته. الألم هنا بقى نوعين، لأن ده يعني بنشوفها كتير جدا في أماكن الألم، هنا مختلفة. أول مكان بيبقى فيه الكتاف، فالعين مش شرط رقبته بس توجعه، والكتاف ليها توزيع للألم، احنا بنسميه ريفيرد بين او الحيل بالعربي. الألم اللي موجود، انا ممكن يعني العين يجي يقول لك انا اعلى ظهري بيوجعني، فاقول له والله لا، ده انت ده غضاريف في رقبتك، ده مفاصل رقبتك.
فالجزء الاولاني هو مفاصل الرقبه، لو هي وجعته وحصل فيها خشونه او التهاب هتعمل له الم في اسفل الرقبه، وساعات كمان لو كانت المفاصل العلويه تعمل له الم في اعلى الرقبه، ويقول لك انا بيجي لي صداع خلفي كتير. والغضروف نفسه بقى لو داس على الاعصاب هيعمل الم في الايدين وتنميل في الايدين. فالعين يجي يشتكي يقول لك والله انا ايديا بنمله، ايديا فيها الم بتوزيع معينه وليها رسمه، احنا بنقدر نعرف كل عصب بيغذي فين، ومن وصف المريض قبل ما اشوف الاشعه اقدر اقول والله انت الغضروف كذا هو اللي مأثر، المفصل الفلاني هو اللي فيه المشكله. فطبعا يعني حاجه فوق يعني خطيره انها تتساب ولازم تتعالج. يعني ايه اسباب الاصابه بالغضروف؟ انه وضع غلط، موبايل مسكه غلط، حادثه طبعا غلط، الشيخوخه الزمن، يشيل حاجه غلط على راسه، يعمل زي ما تقول تمارين غلط، يعمل اي وضع. الستات وبرضو يعني في الشغل المعمار والحاجات دي كلها بيشيلوا فوق دماغهم. طبعا وده اسباب من ضمن الاسباب. ضمن الاسباب. ازاي نشخص الحاله دي؟ الوصف المرضي للمريض يجي يحكي يقول انا مكان الالم كذا. اماكن الالم هنا بقى لو المريض جاء ووصف يعني الصوره اللي شايفينها دي تديك اماكن الالم بتاعت مفاصل الرقبه. وشوف ممكن توصل للكتف، يعني اللي يشوفها يقول لك ايه ده، انا ده كتفه اللي وجهه. لا، اللي وجهه هنا مفاصل رقبته هي اللي وجعاه. فمن الوصف اقدر اشخص، وبعدين هتلاقي جزء تاني كان طالع للرقبه من ورا. هنا تقدر المنطقه الخضراء اللي باينه في الصور مفاصل الغضاريف دايسه على اعصاب، اللي هي جذور الاعصاب اللي نازله على الايد وعامله الضفيره العصبيه اللي نازله على الايد. اقدر من وصف المريض ودقه يقول لك والله هنا وهنا وهنا. بعد ما باخد التاريخ المرضي وافحص العين كويس جدا، نبتدي نخش على المعامل او الفحوصات اللي بنعملها. اشهرها الرنين المغناطيسي، لانه هو بيبين الخلايا والانسجه الطريه كويس جدا. وقبلها اقدر اعمل اشعه عاديه، الاشعه عاديه برضو تقول لك الالاينمنت او الانسجام بتاع الفقرات مع بعضها ومتساويه ولا لا، وفي غضاريف ولا لا. فالاثنين دول مهمين جدا، ان انا اقدر احط اشعه عاديه وبعديها اعمل رنين مغناطيسي اقدر افهم بيه القصه بتاعت المريض ايه. فدول الاثنين الاساسيين اللي احنا نعتمد عليهم. في حاجات بقى ثانيه بنعمل ساعات دراسه عصب، توصيل العصب من الرقبه للايد، هل هو بيشتغل كويس ولا لا. دي ده برضو بنسميها نيرف كوندكشن ستادي، دي مهمه جدا، نقدر نقول لي العصب سليم ولا مش سليم، ونشوف قدرته على التوصيل. على قدرته على التوصيل. اكتر ناس يعني ممكن، في ناس كتير قوي ممكن تهمل في التعامل مع الغضروف، موجودين اعتقد في منطقه الشرق الاوسط، تلاقي الغضاريف متسابه. ايه الخطوره ان انا واحد يجي له غضروف ويسيبه ويطنشه ويمشي على المسكنات مثلا؟ نمسك شقين. الشق الاول للغضروف ان هو عنده ألم بيعاني منه، الغضروف ده بيضغط على العصب. فتلاقي بعد شويه الغضروف بعد ما كان الانسان جاي يشتكي من تنميل بقى في ألم، بعد الألم ابتدى في ضعف في الايد، القدره انه يشيل الحاجه، يقول لك حاجه بتقع من ايدي. نيجي اعمل له اختبار في العياده الاقي دي واحدة أضعف من واحدة، ودي ضعيفة مش قادر يمسك. بعد شوية ممكن يبقى فيه كمان ضغط أشد، ممكن يبقى موضوع يجيب إعاقة كاملة، وممكن يجيب يخلي اليورين أو البول يسيب من المريض. فطبعا الإهمال هنا ده الشق الأولاني اللي هو الغضروف يتضاعف يعمل مضاعفات. الشق الثاني الأدوية، إن أنا أفضل شهور وسنين باخد مسكنات. مسكنات شق بتأذي المعدة جدا، والشق التاني بتأذي الكلى جدا، لدرجة ان يعني المرضى كتير قوي تيجي تعمل له تحليل كلى تلاقي الكلى ابتدت تتأثر. والأغرب كمان ان انت المرض بيجي، الغضاريف ممكن تيجي في سن كبير ويكون اوريدي عنده أمراض تانية والكلى متوسطة الحال بتشتغل بنص كفاءة، وهو قاعد ياخد أدوية مسكنات. طب ما هو لازم يريح نفسه، لو في الآخر الغضروف لازم تعالج، يعني هتسيبه لحد امتى؟ والالم اللي عندك ده لازم تعالجه، والعلاج مش المسكنات، المسكنات ده جزء تساعد لكن مش اللي هي كل حاجه.
العلاج بايه بقى؟ يعني كيف نتعامل مع الغضروف؟ واحد عنده غضروف فيه مشكله، هنتعامل معاه ازاي؟ طرق العلاج كتيره، لكن زي ما حضرتك قلت في المقدمه ان العالم كله بيتجه للتدخل الجراحي المحدود. يعني مراره بدل ما كانوا بيعملوها بالمفتوح بقينا نعملها بمنظار. غضروف الركبه بدل ما كانوا يفتح الركبه طب ما نعمل بالمنظار، وهكذا. التدخل المحدود ده بيدي للمريض فرصه ان درجه الشفاء اسرع، لان ما فيش جرح، ان العيان فتره نقاهه اقل، رضا المريض بالعمليه عامه تبقى احسن. المريض يقول لك ده انا دخلت عملت عمليه في نص ساعه وانا صحي. فهنا دلوقتي الجديد في علاج الغضروف العنقي ان نعمل تبخير للغضروف، ان احنا ممكن نوصل للغضروف بابره تحت جهاز اشعه، والجهاز ده بيصور الرقبه بالظبط، واقدر احط الابره يعني هنا الابره شايفها داخله جوه الغضروف في المكان مظبوط، تقدر وبتطلع درجات حراره معينه نقدر ناكل قلب الغضروف، فيبقى الغضروف مش ضاغط على العصب، وكمان سايبين الغلاف الخارجي بتاعه، فعاملين زي نوع من انواع السبورت كده، الصوره واضحه ان الغضروف الابره داخله جوه الغضروف. كل اللي حضرتك شايفه ده المريض صاحي، واخد بنج موضعي زي بنج الاسنان بالظبط، المريض مش متضايق، ويمكن منشغل اغاني زي ما قلنا قبل كده، الدنيا تبقى حاجه بيس جدا، والمريض يبقى قاعد يقول انا يعني انتوا بتشتغلوا فعلا، ونقول له احنا شغالين. فطبعا الميزه الثانيه كمان ان انا بعد ما اشيل الابره وكلنا الغضروف، العيان يقوم يلبس هدومه ويروح، يعني مفيش حتى وقعد في المستشفى فتره طويله، ساعات ما فيش رقبه كمان بلبسها له، مفيش داعي ان انا البسه رقبه خالص، ان انا ما عملتش حاجه جامده، تدخل عميق، تروما جامده كلها ابره جنب الانسجه والعظم. وبعدين الحاجه الثانيه ان في مرضى ما ينفعلهمش بنج كلي، ويقول لك انا عندي القلب وعندي الضغط وعندي السكر، طب انا وانا 70 سنه 75 سنه طب هتعمل لي العمليه دي؟ ما هو كلها ابره، زي ما بتاخد ابره عضل، زي ما بتاخد ابره في اي حته، نفس الابره بس هي بطريقه تانية وابره مختلفه طبعا وشكل مختلف. فبتبقى ان المريض ينفع له التكنيك ده طبعا تنفع بسهوله جدا حتى مهما كان عمر المريض قد ايه. وبتبقى المريض يخرج بعدها بنص ساعه يروح على اوضته ياكل حاجه يلبس هدوم يروح البيت. طب ما دي حاجه يعني رائعه يعني مقارنه بالعمليات المفتوحه. لكن بعض الاحيان لا، يجي المريض اقول له انا ما بحبش دايما اظلم الجراحه، لان الجراحه برضو مهمه جدا، يجي المريض يقول لا بص انت الغضروف اللي عندك ده عامل مشكله اكبر من انها تتعالج بالابر وتتشخص كده، لا انت لازم تعمل جراحه مفتوحه. وده وارد يعني، بقول لحضرتك هما الجراحه والجراحه المحدوده او التدخل المحدود بيكملوا بعض مش ضد بعض خالص يعني. نورتنا يا فندم وسعدتنا بهذا الحوار الممتع. طيب فعلا العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور هشام العزازي كان في حوار كالعاده مثير ومهم جدا حول التدخل المحدود فيما يتعلق بالام وظروف الرقبه. الالم مشكلة كبيرة، علم مهم جدا ينبغي أن نقف أمامه، وفي كثير جدا من المناطق سنتحدث عنه في المرحلة القادمة. ضيف العزيز له جزيل الشكر، لكم أيضا في الناس الحلوة، خليكم مع الناس الحلوة.